بين سرديات وتراجم التاريخ خلدت ذاكرة العصور الإسلامية سير فرسان بلغوا رسالة الدعوة وحملوا راية الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. كان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قائد من فوارس الإسلام دفع أغلى مهر في التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوته خير من فئة. نقطة تحول في مسيرة الجهاد الإسلامي. مش مجرد إن هو هيفتح علشان يستولي على المكان، ولكن لكي ينشر الإسلام. صوب العبودية لله كان سبباً في النصر. في سجل الفوارس الفاتحين. فوارس الإسلام مع رامي محمد يومياً 3:05 عصراً في رمضان على قناة مصر الأولى.